بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم في المحاضره ال 12 من دور التصميم الاضاءه. النهارده هنتكلم على نظم التحكم في الاناره، وده موضوع مهم جدا. طبعا عشان ابدا اتحكم في الاناره، لو انا عايز اعمل اون واوف، ابسط حاجه بستخدم المفاتيح او السويتشز، المفاتيح الكهربيه. ممكن استخدم مفتاح وان واي وان جانج، مفتاح سكه واحده، تمام، بان انا بركب المفتاح زي ما انتم شايفين، ادي اللمبه، تمام، بوصل النيوترال مباشرة بالنيوترال، وباجي على الفرد اللاين، تمام، وبركب المفتاح الكهربي اللي هو وان واي وان جانج، او ان انا اقدر استخدم مفتاح سكتين اللي هو الوان واي تو جانج سويتش. زي ما احنا شايفين كده في التوصيل، ادي اللاين واحد وادي اللاين اثنين، وبوصل الكومون بالكومون. فببدا اخد، ادي المفتاح الاولاني، بوصل ال من السورس على المفتاح الاولاني، ووصلها على المفتاح الثاني. بعد كده باخد الطرف الثاني من المفتاح الاول ووصله على الطرف الخاص بالمفتاح الثاني، وبروح بالخط ده بس اللي هو اللاين الى اللمبه، وباخد خط مشترك اللي هو النيوترال. يبقى انا كده استخدمت وان واي تو جانج عشان بس اعمل سويتشنج او اعمل اون واوف. طبعا لو انا عايز استخدم الديمينج سيستم او انظمه مخفضات شده الاضاءه، طبعا الديمينج سيستم بنستخدمها دايما في المسارح. عايز اغير من مستوى شده الاضاءه، يبقى بستخدمها مثلا في المسارح، في قاعات المحاضرات بحتاج ان انا اغير من مستوى شده الاضاءه، في المعارض بستخدمها في تنظيم شده الاضاءه. الفكره ان انا بقلل الفيض الضوئي الخارج من المصباح باستخدام خافض لشده الاضاءه، وده بيبقى رقم واحد يا اما مقاومات ريسيستنس، او بستخدم رياكتنس ممانعات على التوالي، تمام، او بستخدم فولتج ديفايدر او مقسم جهد، او عن طريق دوائر الالكترونات او الدوائر الخاصه بالكترونات القوى زي السيرستور والترياك، تمام. هنبدا نشوف الاشكال المختلفه من الديمر. في عندي الروتري ديمر، وده منتشر جدا، ده العادي، ده خافض دوار، بقعد الف كده يمين وشمال زي ما انت شايف هنا اوف، ببدا من الصفر او اوف، وبعد كده ببدا ازود شده الاضاءه، هذا بيسموه خافض دوار او روتري ديمر. في عندي السلايد ديمر، بنزل لفوق ولتحت يا شباب، بيبقى الديمر مثلا هنا عندي اهو، تمام، برفع دي لفوق بتزداد شده الاضاءه، ده بيسموه السلايد ديمر او خافض انزلاقي. في عندي خافض عن بعد او بيسموه الريموت كنترول ديمر، بقدر عن بعد اقدر اتحكم واعمل ديمنج. وفي الديمر اللي هو فيه زراير، جهاز تحكم لخفض الاناره بالضغط، ان انا ببدا اقلل كده او ازود بالضغط، او بضغط هنا بعمل اون واوف لهذا الديمر. في ديمرز ثانيه بتبقى عباره عن لوحه مفاتيح محطوط عليها اوضاع، مثلا هنا في جلسه هادئه، جلسه حفله، تمام، جلسه المساء، جلسه الصباح، جلسه عمل، وهكذا، ازرار كده بضغط عليها بتديني اوضاع مختلفه. يبقى لوحه مفاتيح الكترونيه مرتبطه بنظام تحكم ذكي لتغيير المشهد حسب المشهد المناسب. في النوع طبعا الافضل لوحه تحكم الكترونيه بتبقى لمس، تمام، فيها الاوضاع على شكل اشكال مختلفه، ويمكن استدعاء المشهد بالضغط على صوره المشهد للغرفه، هو جايب لك شكل الغرفه كامله، وبتختار للاوضاع المختلفه، وده بنشوفه كتير جدا. طيب عشان ابدا اعمل تصميم للديمر، لازم يكون عندي تصميم وحدة التحكم في شدة الإضاءة بيكون مناسب. رقم واحد إن هو يقدر يشغل عن بعد، التشغيل عن بعد من مكان واحد أو من أكتر من مكان، دي خاصية مهمة جدا. طيب رقم اتنين، تشتمل لوحة التحكم في شدة الإضاءة على أجهزة تسمح بالحالات الآتية. إيه الحالات اللي إحنا بنشتغل عليها؟ لا أنا أقدر أوصل أو أقدر أعمل الإضاءة الكاملة، يبقى أقصى شدة إضاءة. رقم اتنين، اقدر اعمل ظلام كامل، وضع الظلام الكامل، اقدر اعمل الاظلام التام. رقم تلاتة، اقدر اعمل تحديد شدة اضاءة بليفلز او مستويات مختلفة من الصفر الى 100%. رقم اربعة، اقدر اعمل وضع الستوب او الايقاف لحظيا، اقدر اعمل انارة لحظية، اقدر اتحكم في الانارة، تمام، في هذه الحاله تصل شده الاضاءه الى اقصى او ادنى قيمه لحظيا، اللي هي اناره على ايقاف. طبعا الخاصيه اللي بعد كده، لازم يبقى في عندي برنامج تحكم مسبق، تمام، عشان اقدر اخزن داخل البرنامج ده المستويات المختلفه لشده الاضاءه. تعال نبدا نشوف
مثال قاعة اجتماعات. قاعة اجتماعات انا حاطط ليها كذا حالة عندي قبل بدء الاجتماع، تمام؟ بيبقى المنطقة الوسطى اللي انت شايفها هنا دي، تمام، مش منورة. في منطقة المنضدة اللي هي الترابيزة دي منورة اهو بوضع معين، بقى كده المنطقة المحيطة بالمنضدة اللي هي حوالين الكراسي، تمام، دي ما بتبقاش منورة. يبقى انا كده في قبل الاجتماع المنطقة الداخلية الخاصة بالجدران، الحوائط الخاصة بقاعة الاجتماعات، انا منور جزء منها بوضع معين. لما يشتغل الاجتماع يا شباب، لما بشتغل اثناء الاجتماع، انا بعمل المنطقة الوسطى اللي هي اللي تحت دي اوف، بطفيها بمستوى شدة الاضاءة بتاعها بيبقى قليل، وبنور منطقة الترابيزة التيبل والمنطقة المحيطة بيها ومنطقة الجدران. يبقى كده انا اثناء الاجتماع لما بكون بعرض فيديو داخل الاجتماع وبعرض فيديو، انا ايه اللي هعمله؟ هاجي على منطقة الجدران يا شباب، الجدران هنا، وهضلمها تماما وهعلي الإنارة في المنطقة الوسطى، وتبقى أقل منها شوية في المنطقة المحيطة في الكراسي، وأقل منها تمام في المنطقة المحيطة بالكراسي. لو أنا عندي حالة عدم إشغال للقاعة، لو القاعة فاضية أوتوماتيك، المفروض بعمل إنارة في المنطقة المحيطة بالمنضدة وبطفي كل الليفلز، وبالتالي انا بدات اشوف التحكم الالكتروني في مستوى الاضاءه حسب حالات القاعه قبل الاجتماع واثناء الاجتماع واثناء عرض الفيديو وعند التشغيل. دي افكار مهمه جدا انت كمهندس اناره لازم تبقى عارفها كويس. انظمه التحكم في الاناره يا شباب، في منها تمام انظمه تحكم بنسميها الاي اي بي، الناس تحفظ معايا اي اي بي معناها ايروبيان انستوليشن، بس يبقى الاي اوروبيان اوروبي، تمام، انستوليشن اللي هي الاي والبي، بس اللي هو الكونكس، للتحكم في توصيلات التركيبات الكهربيه، طبعا بتبقى شامله الاناره، ده بنسميه نظام الربط الاوروبي للتركيبات او الاي اي بي سيستم. يبقى انت لما يكون عندك في المشروع نظام تحكم في الاناره، هل انا شغال اي اي بي سيستم؟ وده يعتبر نظام، تمام، يعني الناس بتستبدله حاليا بالاناره بالبي ام اس، بس انا في عندي نظام الاي اي بي سيستم اوروبيان انستوليشن، بس استخدم فيه اجهزه تحكم في شده الاناره حسب التطبيقات المختلفه. طبعا ده بنستخدمه في السمارت بيلدينج او المباني الذكيه، تمام، بهدف توفير استهلاك الطاقه، واقدر اقدم تقنيه مراقبه وتحكم في الإنارة في المبنى بصفة عامة. ده بيستخدم بروتوكول بيسموه بي تي بي أو بير تو بير، ده بيوفر لكل جهاز إمكانية التحاور مع الأجهزة الأخرى في النظام مباشرة. يبقى البي تو بي أو البي تي بي بنسميها البير تو بير، تمام، بقدر أعمل تمام التحكم المركزي واللا المركزي باستخدام هذا البروتوكول. طيب وظائف نظام الاي اي بي في الاناره، يقوم بشويه حاجات مهمين جدا. رقم واحد، اقدر اعمل سويتشنج، فصل وتشغيل. رقم اثنين، اقدر اعمل كنترول، تحكم الكنترولنج، اقدر اعمل ميجرنج او القياس، اقدر اعمل مونيتورنج مراقبه، واقدر اعمل ديسبلايمنت، اقدر اعمل عرض للحاجات اللي انا بشتغل عليها. يتم التحكم في نظام الإنارة يا إما التحكم اعتمادا على زمن محدد، يعني عند زمن محدد بعمل اون واوف أو أعمل تشغيل باستخدام الزمن تايم ديبندنج، يعني الساعة 5 أبدأ أخفض لي الإنارة، الساعة 6 أبدأ أطفي، الساعة مش عارف كام. التحكم تمام اعتمادا على الطلب الديماند تمام بتاعي إزاي، بيسموه الديماند ديبندنت، التحكم باعتمادا على الطلب. وفي عندي التحكم اعتمادا على الضوء الخارجي، مستوى الإضاءة الخارجية الدي لايت ديبندنت، تمام، أول ما تطلع الشمس ابدأ اعمل مش عارف اطفي الإنارة أو قللها، لما تختفي الشمس وما يبقاش فيه ضوء يبقى ده حسب الضوء الخارجي. تحكم من خلال شدة إضاءة ثابتة اللي هي كونستانت برايتنس كنترول. في التحكم من خلال كشف الحركة اللي هو معظم الناس بتستخدم الموشن سنسور، ان انا بحط موشن سنسور في الطرقات، واقدر باستخدام نظام الـ AIB اتحكم بان انا اقلل شدة الاضاءة او ازودها او اعمل اون واوف للكشافات. التحكم من خلال كاشف تواجد الافراد اللي هو presence sensor. وفي التحكم من خلال انارة الطوارئ اللي هو
emergency lighting بربطها بالemergency system، وفي الريموت كنترول التحكم عن بعد، وفي التحكم باستخدام الاي ار او الاشعه تحت الحمراء، وفي التحكم في تخفيض شده الاضاءه بتغيير رؤيه المشاهد المعروضه اللي هو بيسموها dimming sense control. طبعا انا بستخدم هنا نظام مشغل، تمام، مهم جدا بيسموه الدالي. الدالي اختصار ل Digital Addressable Lighting Interface. يبقى الدي اول حرف ديجيتال، ايه Addressable ال Lighting Interface، نحفظ تاني الدالي Digital Addressable Lighting Interface. Digital Addressable Lighting Interface ده بيتكون الدالي من وحدة تحكم رقمية هي اللي بتتولى التحكم في الدرايفرز او الترانز اللي احنا بنقدر نتحكم فيه في شدة الاضاءة الخاصة بوحدة الانارة. مميزات استخدام الدالي سيستم، اول حاجة فليكسابيليتي، المرونة، ان انا اقدر اعمل تحكم في الانارة باي وضع انا محتاجه، اقدر اعمل ادريسنج او اقدر احط عناوين لكل ترانس اعمل له ترقيم، اقدر يمكن لكل وحدة ان تحتوي على 16 مجموعة من وحدات الانارة، يمكن إعادة تنظيم الوحدات، يمكن اختيار واحد من أنا ممكن أعمل سيناريوز مختلفة بتصل إلى 16 سيناريو أو أكتر حسب النظام المستخدم في الدالي. أقدر أحصل على إنارة هادية، تمام، تتغير مع تغيير وظيفة المفاتيح المستخدمة. انخفاض تكلفة التركيبات، ودي مهمة جدا إن أنظمة الدالي سعرها مش غالي كتير. التوافق الكامل مع أنظمة البي إم إس، أنا أقدر اشتغل بالنظام الدالي المتوافق مع أنظمة إدارة المبنى أو البيلدينج مانجمنت سيستم، وأقدر استخدمه برضو في النظام إدارة الطاقة الإنرجي مانجمنت سيستم. ودي مزايا الربط الرقمي المعنون أو التحكم في الإنارة أو اللي بنسميه الدالي أو الديجيتال أدريسابل لايتنج انترفيس. وكانت المحاضرة النهاردة هي المحاضرة ال 12، بنتكلم على نظم التحكم في الإنارة، وشفنا ممكن نتحكم في الإنارة باستخدام المفاتيح الكهربية السويتشز، ممكن نستخدم الديمرز العادي اللي هو الروتري ديمر الدائري أو السلايد ديمر، أو نستخدم التحكم في الديمر عن بعد الريموت كنترول ديمر، أو أستخدم التحكم في خفض شدة الإضاءة بأن أنا بعلي أو بوطي الديمر او اللايتنج باستخدام شاشة ليها زراير او مفاتيح، او بستخدم مفاتيح الكترونية عليها اوضاع مختلفة للقاعة اللي انا بشتغل عليها، والاحدث انا بستخدم لوحة تحكم الكترونية باللمس عليها المشاهد المختلفة للقاعة او للغرفة اللي انا بعمل عليها اللايتنج سيستم. لازم اللايتنج سيستم اقدر اوصل بيه لوضع انارة كاملة، واقدر اوصل بيه لوضع ظلام كامل، واقدر اوصل بيه لمستويات مختلفة من الانارة، واقدر اعمل اون تشغيل مباشر، واقدر اعمل اوف ايقاف مباشر. وده بيستخدم فيه برنامج تحكم. برنامج التحكم ده بيبقى مخزن لليفلز مختلفة، في جدول مخزن لليفلز مختلفة لشدة الاضاءة، وبناء عليه انا بقدر ادي حالات. والحالة اللي قدام حضراتكم، انا عندي قاعة بتحكم في الانارة باوضاع مختلفة من خلال هذا الكنترولر، قبل الاجتماع في وضع معين، بعد الاجتماع، اثناء الاجتماع، اثناء عرض فيديو في الاجتماع، في حالة عدم وجود اجتماعات او عدم اشغال القاعة، يبقى دي حالات مختلفة. وانا بستخدم في انظمة التحكم النهاردة نظام الـ EIB System European Installation Bus، او النظام الاوروبي، النظام الأوروبي للتركيبات، وده نظام ذكي أنا بستخدمه في السمارت بيلدينج، وبستخدم معاه بروتوكول، ما تنساش يا باشمهندس، اسمه بير تو بير، ده البروتوكول المستخدم في الـ EIB System، وأقدر أعمل تحكم مركزي ولا مركزي. طبعا الـ EIB System ليه وظائف كتيرة جدا، أقدر أعمل بي سويتشنج، أقدر أعمل بي كنترولينج، أقدر أعمل ميجرينج، أقدر أعمل مونيتورينج، أقدر أعمل ديسبلاينج. طبعا أقدر أتحكم في نظام الإنارة
بأي من الطرق الآتية: التحكم باستخدام زمن محدد، أو اعتمادا على الطلب، أو اعتمادا على الضوء الخارجي، أو شدة الإضاءة الثابتة، أو الموشن سنسور، وده مهم جدا، وأقدر أتحكم باستخدام الإمرجنسي لايت، إنارة الطوارئ، أو أتحكم عن بعد في الريموت كنترول، وأقدر أستخدم الآي آر الإنفراريد سيجنال، الأشعة تحت الحمراء، وأقدر أعمل مشاهد مختلفة، وأستخدم خاصية الديمينج سينس كنترول. طبعا ده كله بقدر أعمله باستخدام الدالي. يعني إيه دالي؟ ديجيتال أدريسابل لايتنج انترفيس. ديجيتال أدريسابل لايتنج انترفيس بربطه بالترانزات، أو بربطه بالدرايفر الخاص بالكشافات اللي أنا هشتغل عليها، وأقدر أعمل بيه مشاهد مختلفة، وهو كومباتبل مع أنظمة إدارة المبنى البيلدينج مانجمنت سيستم، ونظام إدارة الطاقة الإنرجي مانجمنت سيستم. وبالتالي هكون خلصت المحاضرة ال 12 اللي بتكلم فيها عن نظم التحكم في الإنارة، وأشوفكم في محاضرات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.